كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا الزوجة ديال محمد عمي اللي في قضية 27 طن. اليوم كانت عندنا جلسة في استئناف والصراحة كنا باغين هاد الناس يخرجوا البراءة ياخذوا براءة ديالهم، وتفاجأنا بالقاضي عطى باللي البحث تكميلي، والحمد لله فرحنا لأن هاد الناس فعلا في الأول ما كانش البحث هو هذاك. دابا ملي طلب البحث تكميلي كنتمنوا من هيئة الاستئناف تنصف هاد الناس وتعطيهم البراءة ديالهم لأنهم هما يستحقوها وما دايرين والو. عام و4 شهور ديال الحبس هما فيه. راه لا إله إلا محمد رسول الله. وكنشكر الهيئة الاستئناف. السلام عليكم، أنا الزوجة ديال شكيب العزوزي. اليوم كانت عندنا الجلسة الأخيرة ديال محكمة الاستئناف، كان النطق بالحكم، ولكن تفاجأنا لأن القاضي طلب إعادة التحقيق والبحث التكميلي في حق الناس هادو. عندنا الثقة الكاملة في العدالة وفي الهيئة الاستئناف الخبرة ديالها الكبيرة، وكنتمنوا من الله في هذه إعادة التحقيق يبان الحق ويبان بالصح البراءة ديال ديك الناس هادوك. وشكرا، أنا فعلا رجلي بارئ وما عملت شي حاجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.